تهجرت من مدينة تدمر بال 2015-2016. ثلاثة من أولادي معهم ضعف نظر شديد، اثنين منهم معهم اختلاج عصبي بالدماغ، اختلاج من الرعبة، من القصف، من الطيران. ثلاثة بدهوا عمليات. أتمنى أرجع على بلدي وشوف الناس اللي كنت أنا وياها أطلع أفوت وعايشين ومتعايشين أحلى حياة. أنا عبد الهادي مطلق من مدينة تدمر، عندي أربع أولاد بأعمار مختلفة. طيارة ورعب، يقوم من النوم فوق رعبة النوم انه يضرب باي شيء قدامه. معه ضعف نظر شديد، حاجة لعمليات قطع زجاج امامي وزرع عدسات. تهجرت من مدينة تدمر بال 2015-2016 من الطيران. طيران، المدفعية، دخول الجيش، كله سعر سعر غيري، ما ضر حدا بالبلد. مو بس عني، كمان أهل تدمر الأغلبية أو كل أهل تدمر أو أي نازحون، من أجارات بيوت غالية، فرص عمل قليلة. أتمنى أرجع على بلدي وشوف الناس اللي كنت أنا وياها أطلع أفوت وعايشين ومتعايشين بأحلى حياة.